قام معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة حفل استقبال ومأدبة غداء بمناسبة الذكرى 52 لتأسيس قوة دفاع البحرين في لندن، وتميز الحفل بحضور كبير من المسؤولين المعنيين بشؤون الدفاع، إضافة إلى عدد من النواب واللوردات والمسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع البريطانيتين. وقد أشار معالي السفير إلى أهمية هذه المناسبة الغالية لتأسيس قوة دفاع البحرين، والتي أتت من فكرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى، وحرص جلالته على تطويرها وتحديثها لتواكب كافة التطورات العسكرية ولتضمن صون وأمن الوطن. كما أشار إلى أهمية التعاون والشراكة والتحالف بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة التي تمثل أحد ركائز ضمان أمن واستقرار المنطقة لمواجهة مختلف التحديات الأمنية وفي مقدمتها الإرهاب. كما ألقى سعادة رئيس لجنة الدفاع في البرلمان البريطاني النائب إيلوود توبايس وزير الدفاع السابق كلمة هنأ من خلالها مملكة البحرين بذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين، وأشار فيها لاعتزاز المملكة المتحدة مما تحقق من تعاون مشترك بين البلدين الصديقين. كما أكد بأن المملكة المتحدة وبعد خروجها من الاتحاد الأوروبي ستضاعف من تواصلها مع الدول الصديقة، وبخاصة تلك التي ترتبط معها بعلاقات تاريخية ومنها مملكة البحرين. وأشار السير سايمون ميال المستشار في وزارة الدفاع البريطانية في كلمته إلى عمق علاقات الصداقة بين البلدين، وبخاصة عبر استعراضه لتاريخ التعاون في مجال الدفاع والذي يعود لعقود عديدة تم من خلالها العمل على تأسيس قوة دفاع البحرين بفضل رؤية جلالة الملك المفدى حين كان وليا للعهد. كما تطرق للتطور الكبير الذي تم في تحديث قوة الدفاع والمؤسسات التابعة لها لتواكب أحدث المتطلبات العسكرية العالمية. كما تحدث العميد بيتر سنيكوك رئيس جمعية الصداقة البحرينية عن اعتزازه بما وصلت له قوة دفاع البحرين في ذكرى تأسيسها 52 من تقدم وتطور والدور الرائد لصاحب الجلالة ملك البلاد المفدى في تأسيسها، متمنيا للبحرين دوام التقدم والازدهار. وقد شارك في الحفل إضافة للبرلمانيين والمسؤولين البريطانيين عدد من الضباط المبتعثين من قوة دفاع البحرين للدراسة والتدريب في الجامعات والكليات العسكرية البريطانية. إن أحد أهم أوجه العلاقة بين البحرين وبريطانيا هو العلاقات الطويلة والوثيقة في المجال الدفاعي، وهو أمر رائع اليوم ونحن نشهد ذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين أن نتعرف على بدايات هذا الصرح وكيف تطورت العلاقات بيننا على مر عقود طويلة. والمهم اليوم أنه هناك التزام حقيقي بين الجانبين للبناء على هذا الأساس من العلاقات وتنميتها. إنه لشرف لي أن أكون حاضرا هنا اليوم، فقد تدربت في المدرسة العسكرية مع جلالة الملك وأعرفه منذ سنوات طويلة، وهو أمر رائع أن نرى كيف تطورت قوة دفاع البحرين وازدهرت. وفي الواقع لقد كنت الأسبوع الماضي في مملكة البحرين والتقيت بالقائد العام لقوة الدفاع، ولقد اطلعت على حجم التطور في قوة الدفاع، وهو تطور كبير جدا. وقوة الدفاع تتمتع بسمعة طيبة ولديها كوادر بشرية مؤهلة تم إعدادها إعدادا جيدا، كما تمتلك تسليحا ممتازا، وإن شعب البحرين يجب أن يكون فخورا بقوة الدفاع وإمكانياتها والتي كان لها مساهمات فاعلة إقليميا خاصة في اليمن. إنه فخر كبير أن أكون حاضرا اليوم وأن نحتفل ليس فقط بصداقة بلدينا بل بالعلاقة الوطيدة بين القوات البريطانية وقوة دفاع البحرين، والتي نتشارك معها في مهام عديدة لبسط الاستقرار في المنطقة وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب، وأن علاقاتنا في أقوى مراحلها، وقد شهدنا ذلك من خلال افتتاح القاعدة البحرية البريطانية في البحرين وأيضا من خلال عملياتنا المشتركة ضد الإرهاب، وفي تبادل الخبرات والكوادر التي تدرس في الكليات العسكرية البريطانية. هي علاقات قوية ووطيدة وأتمنى أن تبقى وتزدهر.